السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد ومثل ما عودتكم اليوم جبت لكم فيديو جديد إن شاء الله تعالى ينال إعجابكم. بس قبل ما نشوف الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وشير وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات لحتى يوصلكم كل جديد، وهلا منتابع سوا الفيديو وإن شاء الله تعالى ينال إعجابكم. تايتانيك فرع القصيم، فهي عم بيعمل سفينة وقامت صارت معه بالغلط غواصة، فاز بسيارة ولما اجى يستلمها ابوه عمل هلا نسي السيارة وصار معه فقدان بالذاكرة. حلو، هذا طفل بده يرضى من ابوه. حلو، 10 دقائق من المباراة. هذا مقطع رياكشن صار مع المذيع الرياضي في 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 طور التجهيز لهذا النقل المباشر. لم تسنح لي متابعة الدقائق. حلو، من هذه المباراة. اللهم اني صايم. لا بقول يعني اللهم اني صايم. الرياضة من سكاي نيوز عربية. صار المذيع يحكي هندي. حقه. تغطيت من ليلة مباريات الدولة الثالث بك أصرفت. أقوى نذالة في التاريخ، فبدهم ينطوا. خلال الكلب ينط وهو ضار. حلوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني فيديو حادث، سيارة وقعت. يعني لا تصدق كل شي بتشوفه. حلو، هاي اللي بيحكوا لك عنها الدجاج المشوي. ولهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكون هالمقاطع هاي نالت إعجابكم. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات لحتى يوصلكم كل شي جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.